بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصحيح لسيد أحمد الدردين رضي الله تعالى عنه بأدلته. وما زلنا في باب أوقات الصلاة وبيان الوقت الضروري للصلاة، وقد وقفنا عند قول الشيخ: وتدرك فيه الصلاة أي في الضروري بركعة كالاختيار والكل أداء. يعني من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، ومن صلى ركعة من العصر قبل غروبها، فقد أدرك الصلاتين في وقتيهما، ويقال له أدى الصبح في وقتها وأدى الليل وأدى العصر في وقتها. كالاختياري يدرك بفعل ركعة بسجدتيها فيه، وإن وقع الباقي بعد خروجه في الضروري. يعني مثلا لو واحد صلى ركعة من الظهر قبل أذان العصر، يعني صلى عقد ركعة من الظهر وأذن عليه العصر، يبقى أدرك صلاة الظهر في وقتها آخر وقتها لاختياره. ده بناء على القول بعدم الاشتراك، لكن لو عند الإمام مالك المشهور الاشتراك، الاشتراك أربع ركعات الظهر مع العصر، يعني من قال الله أكبر عند أذان العصر بالنسبة للظهر أدرك الظهر كله في وقته، في آخر وقت الاختيار. يبقى إذا لو أدرك ركعة مش الأربعة، يبقى أدرك أيضا من باب أول، أدرك ركعة من الوقت الاختياري، يبقى أدرك الصلاة في وقتها الاختياري. يعني لأن ما دام شرع في الصلاة في الوقت، قال فما بعد هذه الركعة من الركعات يأخذ حكم الركعة الأولى، لأنه كالتكرار له، لأنه بدأ في الصلاة. فما دام بدأ بركعة في الصلاة فالثلاث ركعات تأخذ حكم الركعة الأولى. معنى كلام الشيخ ان هو لان ما فعل خارجه كالتكرار لما فعل فيه، ومقتضى ذلك انه لا اسم عليه اذا اخر الصلاه لغير عذر. اللي هو ايه؟ الذي يؤخر الظهر الى قبيل العصر فيدرك ركعه في الوقت الاختياري لا اسم عليه. وكذلك بالنسبة للعشاء في الاختيار، أدرك ركعة قبل دخول الثلث الثاني من الليل أو النصف الثاني من الليل على قول الثاني، يبقى أدرك العشاء في وقته الاختياري ولا اسم عليه، حتى ولو أخر الصلاة إلى هذا الوقت عمدا لا اسم عليه. لأن معنى اختياري يعني هو مختار في أن يصلي أول الوقت أو وسط أو في آخر، هذا معنى كلمة اختياري. لكن الضروري، الوقت الضروري ده هو ده الذي لا يجوز إلا لأرباب الضرورات اللي هيفصلها الشيخ. الشيخ قال والكل أداء، والكل أداء. وأنا الشيخ بس قال ومقتضى يعني الصلاة في آخر الوقت الاختيار أنه لا اسم عليه إذا أخر الصلاة لغير عذر، وقيل يأثم، وقيل يأثم، لكن هو الراجح أنه لا يأثم لأنه أوقع الصلاة في وقتها الاختيار. والكل
أي ما صلي في آخر الضروري وما صلي خارجه أداء. لكن إيه الفرق؟ قال وإن أثم بالتأخير لغير عذر، يعني الذي يؤخر الصلاة للضروري من غير ضرورة آثم، لكنه أداء، لكنه آثم بالتأخير لأنه ليس صاحب ضرورة. لكن اللي عنده عذر من الأعذار العشرة التي سنذكرها الآن يبقى لا إثم عليه. قال وفائدته يعني فائدة الأداء يقول تظهر في أن من حاضت المرأة إذا حاضت أو أغمي عليه أي الرجل فيما وقع خارج الوقت سقطت عنه لحصول العذر وقت الأداء. لكن الراجح عدم السقوط لحصول العذر بعد دخول الوقت. يعني فائدة إدراك الصلاة في الوقت الضروري أن من حاضت أو حصل إغماء في آخر الوقت الضروري قال تسقط عنه لحصول العذر وقت الأداء. يعني المرأة بقي ركعة لطلوع الشمس أو بقيت ركعة لغروبها فنزل الدم على المرأة فهل تسقط عنها الصلاة لأنها حاضر في آخر الوقت اللي هو إيه؟ يجب أن تؤدى فيه الصلاة وإن كان الضرورة. لكن الشيخ رجح عدم السقوط. قال ليه؟ قال لحصول العذر بعد الوقت. لأن هي شرع في الصلاة أو شرع في الصلاة فحاضر وهي تصلي أو أغمي عليه وهو يصلي. يبقى حينما تطهر تصلي الصبح اللي هي حاضت في وقتها والرجل اللي أغمي عليه في وقت أداء الصبح في الركعة الثانية مثلا يصلي الصبح لأنها كانت واجبة عليه وكانت واجبة عليها الصلاة. لما حصل العذر يبقى ترتبت في الذمة يعني هي فيها قولان لكن الشيخ رجح عدم السقوط لأنه ما دام حصل العذر في آخر الوقت أنا عايز أقول كان يجب عليه إنه ما يأخرش الصلاة يعني إلى هذا الوقت المضيق يعني مضيق على نفسه. الشيخ رجح عدم عدم السقوط. قال لي لحصول العذر وقت الأداء لكنه أخر. هناك فرق بين الشروع وعدم الشروع. الكلام ده هيجي تفصيله أكتر. يعني نقول عاد نتكلم فيه أكتر. قال ومن فوائده أيضا بطلان صلاة من اقتدى به فيه لأنها قضاء خلف أداء المسألة اللي احنا ذكرناها. وصلى ركعة قبل طلوع الشمس فجاء واحد اقتدى به بعد الطلوع فالصلاة باطلة، صلاة المقتدي باطلة لأنه يقضي والإمام يؤدي فاختلف في الصفة. اختلف وكذلك واحد مثلا بيصلي العصر صلى ركعة قبل طلوع الشمس أو قبل غروب الشمس أو ركعتين قبل الغروب فجاء واحد بعد الغروب هيصلي الركعتين الباقيتين معه لا يصلح أيضا. ليه؟ لأنه هو يقضي والإمام يؤدي فاختلف في الصلاة.
معنى من فوائد معرفة يعني الوقت الضروري، انتهاء الوقت الضروري وإدراك السلفي من ترتب يعني الصلاة في الذمة بالنسبة إذا حصل العذر في هذا الوقت الضيق، هل تجب عليه الصلاة أو لا؟ الراجح أنها تترتب عليه ويجب أن يقتل. خلي بالك ده بيحصل كثير مع الإيه؟ مع النساء. تؤخر مثلا الظهر والعصر وتيجي يعني قبل الغروب هي المفروض تؤدي فيه الصلاة وتنزل الدورة. تنزل الإيه؟ الدورة. يبقى يجب عليها حينما تطهر تقضي الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة وحاضر يبقى إيه؟ عليها الصبح. قبل طلوع الفجر يبقى عليها المغرب والعشاء، لكن النساء لا تسعى عن مثل هذا. يعني طبعا بتعيش سنين مثلا لغايه 45 سنه او 50 سنه في الحيض، لو جمعت الصلوات المهمله دي اللي هي يعني لا تصليها ولا تحسبها صبح، احيانا المغرب والعشاء، احيانا الظهر والعصر، تجمع تلاقي سنه واثنين وثلاثه واربعه مترتبه في الذمه، لكن مع الجهل تتركها. بعدين الجاهل كما يقول اهل العلم لا يعذر بجهله. الجاهل لا يعذر بجهله. ثم قال الشيخ: واسم المؤخر له يعني للضروري الا لعذر من كفر وان طرأ وصبا وإغماء وجنون وفقد طهورين وحيض ونفاس ونوم وغفلة لا سكر، وتدرك المشتركتان بزواله بفضل ركعة عن الأولى، والمعذور غير كافر يقدر له الطهر. طبعا العذر العاشر اللي هو السكر بحلال كما سئل، لان احنا عندنا تسعه، يبقى العاشر هو السكر بالايه؟ بحلال، اللي هو يعني واحد مثلا شرب لبن حار جدا فسكر وما يعرفش ان ده مسكر فشرب فسكر، او واحد دخل مثلا محل عصير قصب والراجل كان عاصره دي ساعه ولا نص ساعه وما فيش ثلج مفيش ثلاجة فتخمر العصير فشرب، بيشرب حاجة وشرب معرفش يطلع من المحل، سكر ما فكش إلا قبل طلوع الشمس أو قبل غروب الشمس، يبقى ده سكر بحلال أم لا؟ وبيشرب عصير قصب أو يشرب لبن فسكر، يبقى إذا إيه؟ يعني لو أفاق في آخر في الوقت الضروري في اوله او في اخره لا اسمع عليه. نعم؟ ايوه، او اخذ مثلا برشام يظن مسكن فطلع ايه؟ من المخدرات. كل هذا وارد. قال: واثم المؤخر الصلاة له اي الضروري حتى وان كانت اداء إلا بعذر فلا يأثم، وبين العذر بقوله من كفر أصلي. يعني الكافر الأصلي إذا أسلم في الضروري في أول الضروري أو في وسط الضروري أو في آخره واغتسل وصلى لا إثم عليه، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم
ناقض سلف، وهي عرض تطور سنة الأول. فالكافر طبعا يعفى عنه في تأخيره هذا بنص الآية، بل وإن ترى بأن ارتد ثم عاد للإسلام يأثم بالتأخير للضروري. هو طبعا يأثم مطلقا لأنه اسمه ده أبطل كل شيء، يعني أبطل كل ما صلاه وكل ما صامه وكل الحج وكل الصوم كل أعمال من خير. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن ترى يعني ده اسمه كفر طارئ اللي هو المرتد، بأن ارتد ثم عاد للإسلام يأثم بالتأخير للضروري. ثم قال الشيخ: وفي الحقيقة عدم الإثم، في الحقيقة عدم الإثم، يعني الراجح عدم الإثم لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا هو الراجح، لأن القرآن قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الكافر إذا أسلم غفر الله له، يعني حتى الحقوق، العلماء قالوا حتى الحقوق المترتبة عليه تسقط، يعني لو عليه نذر وارتد يسقط، أي حق عليه قبل الردة يسقط. قال: حتى الصلوات التي كان تركها، يعني ترك 10 سنين ثم ارتد ثم أسلم، لا يجب عليه قضاء العشر. قال: ما لم يرتد من أجل ذلك، والعياذ بالله، قال كده، ما لم يرتد من أجل ذلك، لكن أي شيء مترتب عليه يسقط عنه، لأنه هو خاسر طبيعي، ولازم حتى الحج يجب عليه إعادته، الذي ارتد بعد الحج يجب عليه أن يقضي الحج. يبقى الكافر إذا أسلم أو رجع إلى الإسلام بالنسبة للكفر اللي هو الطارئ، فصلى آخر الوقت الضروري لا إثم عليه لنص الآية. وصبا من ضمن الأعذار الصبا، فإذا بلغ الصبي في الوقت الضروري وأداها فيه فلا إثم عليه، يعني الصبي مثلا نام بعد العصر فاستيقظ في الضروري محتلما، فعرف أنه بلغ الحلم فوجبت عليه الصلاة، يبقى يغتسل ويصلي الظهر والعصر في الوقت الضروري ولا يثني عليه. ليه؟ لأن الصبا ده أو البلوغ لا دخل له فيه، وهو لم يتعمد التأخير، لأن الصبا طبعا غير مكلف، يعني حتى لو أخر الصلاة أو أخرجها عن وقتها لا إثم عليه الصبا. رقم 3: والإغماء. والإغماء يعني من أغمي عليه وبين الظهر ورد إليه عقله وإدراكه عند الغروب، يبقى يتوضأ ويصلي الظهر والعصر ولا يثم عليه. ليه؟ لأنه رفع عنه القلق كالنائم، بل أكثر من النائم، المغمى عليه طبعا عقله غائب، وكل تكليف بشرط العقل، هو كان مجنون وكان نائم، مرفوع عنه ايه؟ القلب. في حالة اضطراب. نعم؟ في حالة اضطراب. مضطر طبعا. له لا دخل له في الإغماء، يعني الإغماء ده شيء مرض من الله سبحانه وتعالى.
والجنون كذلك. قال أفاق صاحبهما في الضرورين وأداها فيه لم يأثم. لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام علي كرم الله وجهه: رفع القلم عن ثلاث، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. دي رواية الحاكم في المستدرك. يبقى ما لم رفع عنه القلم يبقى أفاق في الوقت الضروري فأدى الصلاة فيه لا إثم عليه. وفاقد الطهورين، فقد الطهورين التراب والماء، فأخر، أو واحد مثلا محبوس معهوش لا ماء ولا تراب، ثم أطلق سراحه وسجنه في الضروري، يتوضأ ويصلي ولا إثم عليه. فإن وجد أحدهما في الضروري فأدى لم يأثم، وجد ترابا او وجد ماء في الوقت الضروري. قال: وهذا من زيادتنا على الشيخ يعني خليل، انه فاقد الطهورين لم يذكره الشيخ خليل في المتن. وحيض ونفاس، فاذا طهرت المراه الحائض والنفساء في الضروري وأدت لم تأثم. والنوم والغفلة، فإذا انتبه في الضروري فأدى فيه لم يأثم. النائم والغافل، الغافل اللي هو ايه؟ يظن أنه أو يستيقن أنه صلى الوقت، يعني خصوصا الذي واظب على الصلاة في جماعة، حينما تفوته صلاة الجماعة يظن أنه ايه؟ صلى، ثم يتذكر وبين المغرب مثلا ما صليتش العصر، هذه غفلة. يبقى إذن يتوضأ ويصلي ولا يسمع، لقوله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا حديث موجود في الحاكم أيضا وهو صحيح. لكن حكم النوم، الشيخ الدقيق تعرض لحكم النوم قبل دخول الوقت، قال: ولا يحرم النوم قبل دخول الوقت حتى ولو علم استغراقه الوقت. الدليل على هذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راجعا من غزوة من الغزوات فنام صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة، وعهد إلى سيدنا بلال أن يوقظهم، فنام سيدنا بلال معه. سيدنا بلال فضل طبعا يصلي، أخذ يصلي حتى يعني قرب الفجر قال استند إلى ناقته فلم يستيقظ إلا من مس الشمس من الحرارة. ده من شدة الإيه؟ من شدة التعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هو طبعا تعهد بالإيقاظ يعني قال له: يا بلال ألم تقل إنك ستوقظنا؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها، ربنا قبض نفسي خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أنفسنا بيد الله، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها سبحانه وتعالى.
كما ورد في القرآن، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليه الموت ويمسك الأخرى إلى أجل مسمى سبحانه وتعالى. إذن فالنوم قبل دخول الوقت، العلماء أخذوا من هذا الحديث أن النوم قبل دخول الوقت جائز ولا إثم فيه، وإن علم أنه يستغرق كل الوقت، بخلافه بعد دخول الوقت. إن ظن الاستغراق لآخر الوقت الاغتيال يبقى لا يجوز النوم بعد دخول الوقت. يعني مثلا واحد هينام بعد الظهر وعارف ان هو مش هيصحى الا بعد العصر، يبقى الوقت الاغتيالي انتهى، يبقى لا يجوز له ان ينام، يصلي الظهر ثم ينام لان الوقت دخل. اما اذا علم انه ينام ساعه او ساعتين ويكون قبيل العصر مثلا بعشر دقائق او بربع ساعه ويصلي اخر الوقت جاز ان ينام ولا شيء عليه، لان وقت اختيار يؤديه اول الوقت او اخر الوقت، وخصوصا اذا كان طبعا يعني تعبان جدا بحيث لا يستطيع الصلاه. لكن لو نام ساعه او ساعتين او ساعتين ونص يعني يقوم وهو قوي ومدرك. يعني حتى النبي عليه السلام يعني قال ليصلي احدكم النشاط، وان كان هذا في قيام الليل، يعني لما دخل على السيده زينب بنت جحش رضي الله عنها المؤمنين وجد حبلا بين ساريتين، قال ما هذا الحبل؟ قال حبل لزينب تصلي فاذا يعني تعبت استندت به او امسكته، قال لا حلوك حلوك ليصلي احدكم نشاطا، اي في نشاط، فاذا نعس فليرقد. فلعله يريد ان يستغفر فيسب نفسه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فالصلاه طبعا لا تؤدى والانسان يعني زي ما نقول احنا بلغتنا فصل، يعني ما عندوش أي إدراك، يبقى ينام حتى يؤدي العبادة كما أمر الله تعالى. لكن المهم إنه الإنسان يعهد إلى من يوقظه، المستيقظ، يقول أنا هنام ساعتين وأيقظته. والعلماء قالوا برضه يجب على الحاضر بجوار النائم أن يوقظه قبل خروج الوقت. ليه؟ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري في حديث سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه لما قال ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صواحبات الحجر أو صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فكلمة أيقظوا صواحب الحجر، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج بالليل عند يعني صلاة الصبح ويقف عند بيت سيدنا علي سيدنا فاطمة، الصلاة 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 أهل البيت، إنما يريد الله ويذهب عنكم ليس أهل البيت. فأخذ العلماء من هذا أنه يجب على المستيقظ أن يوقظ النائم قبل خروج وقت الصلاة كفعله صلى الله عليه وسلم. والآن المنبهات في المحمول حالة المشكلة، ممكن يضبط المحمول على الساعة التي يريد أن يستيقظ فيها. ثم قال لا سكر حرام، فليس بعذر لإدخاله على نفسه السكر، فمن سكر بحرام
أي بخمر أو غيرها، وأفاق في الضروري أثم للتأخير، ده غير اسم السكر، يعني يأثم للسكر ويأثم لتأخير الصلاة زيادة على اسم الإسكار. أما السكر بغير حرام فعذر كالنوم. ليه؟ لأنه لم يقصد السكر، شرب لبنا، شرب أي شراب، شرب دواء فسكر، يومئذ لا شيء عليه لأنه لم يقصد غياب العقل والسكر، فقال فعذر كالنوم، وبه تتم الأعذار عشرة. هذه الأعذار العشرة احفظها علشان ايه؟ ما تضيفش عليها حاجة من عندك. الكفر، الصبا، الإغماء، الجنون، فقد الطهورين، النفاس، الحيض، النوم، الغفلة، السكر بحلال. مش السكر حلال؟ لا، السكر بشيء حلال كاللبن والعصير والدواء الذي لا يعرف انه مسكر. يبقى دي الاعذار العشر. ما فيش عادي حكايه العمل والحصاد والوظائف والمواصلات والسفر، كل ده طبعا ايه؟ ليس من الاعذار في اخراج الصلاه عن وقتها أو تأخيرها للضروري، يعني تأخير للضروري، لأن معظم الموظفين إلا من رحم الله لا يصلي الظهر والعصر إلا بعد العصر في الضروري عند الاصفرار، يعني أخرج الظهر وأخرج العصر. ليه؟ لأنه يقول الوظيفة والمواصلات. أنت ما دام عارف إنك أنت الظهر يأثر عليك العصر في المواصلات، يبقى تصلي في مكان العمل، تتوضأ وتصلي، ولما توصل البيت زي ما بتتغدى تصلي قبل الغداء أو بعد الغداء، لكن ده إيه؟ يصل إلى المنزل يأكل ويشرب وينام، وقد يصلي قبل المغرب في الضروري زور العصر، قد يصلي بعد المغرب الظهر والعصر والمغرب. هذه كبائر، يعني ليس امرا سهلا، لكن المشكله يعني اصبحت العادات يعني مستحكمه خلاص، يعني هو منهج يفعله كل يوم. المفروض الانسان ينظم وقته بحيث لا يخرج الصلاة عن وقتها، وإلا فالله أمر بأداء الصلاة في وقتها وقت الخوف من العدو ووقت الالتحام مع العدو. في أكثر من هذا؟ قارن بين الخوف من العدو والالتحام وبين عملك، وأنت قاعد تحت المروحة والتكييف وكل شيء ميسر، الوضوء ميسر والمصلى ميسر، كل شيء ميسر، خصوصا نحن في عصرنا هذا بالذات. ما فيش أي عذر يعتذر به الإنسان. يبقى هذه هي الأعذار الإيه؟ العشر. قال وتدرك الصلاتان المشتركتان في الوقت الضروري وهما الظهران والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاتين يقال لهما ايه؟ المشتركتان الوقت في الوقتين، لانهما يشتركان معا في الوقت الضروري الظهر والعصر من اصفرار الشمس
وقت ظهر العصر ضروري، وبعد ثلث الليل الأول المغرب والعشاء يشتركان في الوقت الضروري. هذا معنى الاشتراك. قال وتدرك الصلاتان المشتركتان في الوقت الضروري وهما الظهران والعشاء بزواله، أي العسر، أي عند زواله. ومعنى إدراكهما، معنى الإدراك ترتبهما في ذمته بفضل ركعة، أي بسبب زيادة ركعة بسجدتيها على الصلاة الأولى. خلي بالك من هذه المسألة، من المشتركتين، أي من زال عذره في الضروري، وخصوصا أصحاب الأعذار اللي هم تسقط عنهم الصلاة، زي الحائض، النفساء، الصبي فاقد الطهورين، الكافر إذا أسلم. لكن الناس طبعا النائم والسكران بحلال ده ما يدخلش معانا في هذه المسألة. هنا بيقول وتدرك المشتركتان بزواله بفضل ركعة عن الصلاة الأولى من المشتركتين، أي من زال عذره في الوقت الضروري بأن طهرت الحائض أو النفساء أو بلغ الصبي في الوقت الضروري أو وجد فاقد الطهورين الماء أو التراب أو أسلم الكافر فيه، فإنه ينظر. فإذا اتسع الضروري، الوقت الضروري يعني قبل طلوع الشمس أو قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر بالنسبة للمغرب والعشاء، بحيث يسع الصلاتين معا بعد تقدير زمن يحصل فيه طهارة الحدث يعني بعد الغسل، فإنه يدركهما معا، أي يترتبان في ذمته، يعني طهرة المرء قبل غروب الشمس بمقدار 8 ركعات كاملة أو 5 ركعات، يعني 4 للظهر وركعة من العصر، لكنها لم تغتسل ولم تصلي. يبقى ترتب الظهر والعصر في ذمته كما ذكرنا. يبقى لما تجي تغتسل بعد الغروب يبقى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن هي تصلي بعد الظهر بعد الغسل، وتنسى الظهر والعصر مع انهما في الذمه مترتبان. كذلك قبل طلوع الفجر نقدر 7 ركعات بعد الغسل أو 4 ركعات، 3 بالمغرب وركعة من العشاء، يعني نقول كان مثلا 8 دقائق تصلي المغرب، بحيث يعني بعد الغسل تصلي المغرب وتصلي ركعة من العشاء وتكمل بعد دخول وقت الفجر تكمل العشاء، ويبقى أدركت أدركت الصلاة في وقتها الضروري من غير اسم. لكن لو أهملت فلم تغتسل ولم تصلي فهي آثمة، لأن أخرجت الصلاة كلها عن وقتها وصارت قضاء. لكن أهم حاجة ما تنساش الوقت الأول. أو يسع الأولى منهما بعد تقدير الطهارة ويقبل عنها بالثانية بقدر ما يسع ركعة بسجدتين، يعني إما أنها تدرك ركعتين، تدرك الصلاتين معا، أو تدرك صلاة وركعة من الثانية، يعني تدرك الظهر وركعة من العصر، تدرك المغرب وركعة من العشاء. يبقى ترتب، يعني إما أن تصلي وإما
لم تصلي فهي آثمة، ولكن ترتبت الصلاتان في ذمتها. أهم شيء. قال: وكل معذور يقدر له الطهر. يعني إلا الكافر فلا يقدر له. كل معذور يقدر له الطهر، يعني الحائض، النفساء، الصبي، يقدر له الطهر مقدار طهره لي مثلا ربع ساعة. ثم ننظر فيما بعد الطهر، باقي 5 دقائق يبقى يكفي ليه؟ صلاة واحدة. طيب إذا بقي صلاة واحدة يبقى يسلم إيه؟ الأولى ولا الثانية؟ الأخيرة. عشان القاعدة عندنا إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة. باقي 5 دقائق على طلوع الفجر أو غروب الشمس يبقى عليها العصر فقط. عليه العشاء فقط، وسقطت المغرب وسقطت الظهر. خلي بالك، لكن باقي مثلا 10 دقائق يبقى ترتبت الصلاتان الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نحسبها بالدقائق اسهل. كل معذور يقدر له الطهر إلا الكافر فلا يقدر له. وأشار لهذه القاعدة بقول: والمعذور حال كونه غير كافر يقدر له الطهر. وهذه القاعدة طبعا في غير النائم والناس والسكران بحلال. طبعا النائم سواء استيقظ قبل الطلوع أو بعد الطلوع، والسكران بحلال أفاق قبل الطلوع أو بعد الطلوع أو قبل الغروب أو بعد الغروب، والناس تذكر قبل الغروب أو بعده أو طلوع الفجر أو بعده، فتجب عليهم الصلاة متى تنبهوا. على كل حال أبدا لعدم إسقاطهم، لكن هو بيتكلم عن من تسقط عنهم الصلاة، اللي هو إيه؟ الكافر الذي أسلم، والحائض، والنفساء، والصبي. لأنه غير مطالب، كل دول غير مطالبين بإيه؟ بما فات وقتهم من الصلوات. لكن إذا زال عذره بحيث يدرك صلاة الصلاتين أو صلاة منهما تترتب في ذمته. هذا معنى الكلام. ثم أشار لتفصيل ذلك بالتفريع على ما تقدم، يعني نقرأ ما قلناه: فإن بقي من الوقت بعده، أي بعد زوال العذر، ما أي زمن يسع ركعة بسجدتيها لا أقل، مع ما يسع الطهارة الكبرى في الحائض والنفساء والصغرى اللي هي الوضوء يعني في المغمى عليه والمجنون قبل طلوع الشمس، وجبت الصبح. هذه الركعة بعد الظهر كأخيرة المشتركتين فقط، يعني العصر والإيه والعشاء، هو يعني بعد الغسل أو الوضوء يدرك 4 ركعات في الظهرين، العصر يصلي العصر وتسقط الإيه الظهر، وفي العشاءين يبقى هيصلي المغرب وركعة من العشاء. إذا كان ركعة أو 2 أو 3 يبقى يصلي العشاء فقط، وسقطت الإيه؟ المغرب. قال: فإذا طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون قبل الغروب بما يسع ما ذكر، وجبت العصر وسقطت الظهر، أو قبل طلوع الفجر وجبت العشاء وسقطت المغرب. وكذا إذا بقي ما يسع 2 ركعات أو 3 أو 4 في الظهرين، لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة فتجب، أي تجب الصلاة الأخيرة وتسقط ما قبلها.
تسقط الأولى لخروج وقتها الضروري، وإن بقي بعد زوال العذر ما يسع خمس ركعات حال كونه في الحضر أي في غير السفر أو حاضرا أو ما يسع ثلاثا سفرا أي في السفر قبل الركوع وجب الظهران، لأنه هيدرك الظهر وركعة من العصر، ويدرك المغرب وركعة من العشاء. إذا كان في السفر يبقى الحكم يختلف، في السفر يبقى ثلاث ركعات، يصلي ركعتين الظهر وركعة من العصر، يصلي المغرب ثلاثا وركعة من العشاء، يبقى يدرك أربعة في السفر. بس هنا السفر كالحضر بالنسبة للمغرب والعشاء، لأن المغرب لا قصر فيها، إن عايزين ركعة من من العشاء، فيكفي أربع ركعات. وإن بقي ما يسع أربعا قبل الفجر مطلقا حضرا أو سفرا كان وجب العشاءان معا، لا فرق بين السفر والحضر في العشاءين، لأن التقدير بالأولى تدرك المغرب بثلاث حضرا وسفرا، ويفضل العشاء ركعة فتجب أيضا، وأولى لو بقي قبل الفجر ما يسع أكثر من أربع ركعات. ده هذا من باب أول. هنا تكلم عن الطهر أو الإسلام قبل الفجر أو قبل الغروب، وإن عاد يتكلم عن طرق غير النوم والنسيان من الأعذار على المكلف، هو وجود الحيض، نزول الحيض قبل الغروب أو قبل الطلوع، أو قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر. يقول وطرق أي الطريان غير النوم والنسيان من الأعذار على المكلف، كان يطرأ عليه حيض أو نفاس أو فقد الطهورين أو كفر فيه ردة، يعني والعياذ بالله في الضرورين لما ذكر له بمعنى فيه، أي فيما قدر ما يسع ركعة فأكثر مسقط لها أي للصلاة. فإذا طرأ العذر والباقي من الضروري قدر ما يسع ركعة لا أقل سقطت الصبح إذا لم يكن صلاة، يعني المرأة إذا حاضت قبل طلوع الشمس بركعة يبقى سقطت الصبح، لكن حاضت بعد طلوع الشمس الصبح ما زالت في زينتها لأنها كانت مخاطبة بها، لكن حاضت قبل طلوع الشمس مثلا بمقدار ثلاث دقائق أو دقيقتين يبقى وجبت الصبح لأنها حاضت في وقتها. تسقط الصبح إذا لم يكن زي قال وإن عمدا، بس هيبقى في اسم طبعا، هيبقى في اسم في التأخير. قال وأخيرة المشتركتين وهي العصر أو العشاء أخيرا لحصول العذر في وقتها، يعني المرأة إذا علمت أنها يعني أحست بنزول الدم يعني في وقت الصبح المفروض تقدم الصبح قبل النزول، لكنها أخرت ولم تصلها فنزلت قبل طلوع الشمس دوما بدقيقة أو بدقيقتين، هي مقدار ركعة، يبقى سقطت الصبح زي ما هناك ترتبت هنا سقطت العكس. يعني احنا قلنا هناك لو قدرنا الغسل وإدراك ركعة يبقى وجبت الصبح، قدرنا الغسل وأربع ركعات أو خمسة وجب الظهر والعصر أو العصر في إدراك أربعة. هنا عاد لو
حصل الحيض قبل طلوع الشمس بركعة يعني بثلاث دقائق سقطت الظهر، وفي الظهرين يسقط الظهر وتسقط العصر، هي حدث قبل غروب الشمس بمقدار خمس ركعات يعني بمقدار عشر دقائق، يبقى سقطت الظهر وسقطت العصر. قال لحصول العذر في وقتها، شوف الفرق، يعني حدث بعد طلوع الشمس يبقى الصبح كانت طاهرة يبقى وجبت في زمانه، قبل طلوع الشمس بدقيقتين سقطت الصبح، حدث قبل غروب الشمس بخمس ركعات سقط الظهر وسقطت العصر، طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس ركعات بعد الغسل يبقى ترتب في ذمتها الظهر والعصر. خلي بالك من تلخيص المسألة، طهر نزلت الدورة قبل طلوع الفجر بأربع ركعات يعني بثماني دقائق، بثماني دقائق يبقى سقطت المغرب وسقطت العشاء. نزلت الدم بعد طلوع الفجر يبقى ما زال المغرب والعشاء في ذمتها لأنها كانت طاهرة طول الايه؟ طول الوقت. حدث بعد الخروج، لكن إذا حدث قبل خروج الوقت يبقى سقط، سواء حتى ولو بعشر دقائق، ده خمس ركعات. اسمع الاسم عشان أخرت الضمير. لو تعمدت، لو تعمدت تحسن. خصوصا اللي هي يعني تحس بقدوم اللي هي الدوره لها مقدمات تعرفها النساء، ولذلك العلماء يقولوا ان الانسان يعني يحافظ على اول الصلاه في وقتها او على الصلاه في وقتها لانه لا يضمن هل يدرك اخر الوقت او لا. لذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن افضل الأعمال قال الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها في البخاري، عشان حتى إذا مات يبقى إيه؟ مات مغفورا له. قدر ما يسع أربعا قبل الفجر
سقط العشاءان معا في السفر، ولا يقدر بالسقوط طهر كالإدراك. يعني في الإسقاط ما فيش طهر، زي احنا قلنا ايه بدقيقة او بدقيقتين او بخمس او بعشر دقائق ما تقدرش، لان ما فيش ادراك. هنا نزل الدم فسقطت الصورة، لكن هناك في الادراك لابد من شروط صحة الصلاة: طهارة الحرس وطهارة الخمس. فلابد ان نقدر للواجب يعني ما يكون به الواجب من ازالة الحدث وازالة الخمس، ولا يقدر للسقوط طهر كالإدراك. وأما النوم والنسيان طبعا فلا يسقطان بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها، إذا ذكرها فذلك وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ونقف عند حكم تارك الصلاة، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، ويفقهنا في ديننا، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.